This conference will now be recorded. بأربع جامعات زي ما أنتم شايفين بالصورة اللي قدامكم، في عنا جود بالجامعة الأردنية، في عنا أمجد بجامعة التكنو، هبة بالجامعة الهاشمية، وليان بجامعة الشرق الأوسط. هلا بس أعطيكم بريف إيش السيشنز اللي عملناها. إحنا بدينا المادة تبعنا بشهر 9، وكان في عنا مختلف الأنشطة اللي حكيت لكم عن الكاتيجوريز تاعونها قبل شوي. أول إشي بديناه بشهر 9 كان كومبيتيشن اسمها بي ذا سوليوشن، كان الهدف منها إنه الطلاب يبتكروا حلول لمشاكل أو تشالنجز بواجهوها بالقطاع الصيدلاني، وكانت على مرحلتين. أول مرحلة على مستوى JPSA، والتوب تو تيمز اللي فازوا بهاي المسابقة راحوا على مؤتمر اسمه عيناك، هو مؤتمر عمل بالأردن، وكان الفريق الفائز بهذا بالمؤتمر بحصل على انترنشيب بجامعة ببريطانيا، وفي عنا اللي هم طلاب من JPSA قدروا يفوزوا بهاي الكومبيتيشن. بعديها بشهر 10 كان في عنا topic اسمه techniques to achieve academic excellence، كانت session كيف إنه الطلاب بيقدروا يدرسوا بطريقة أفضل ليحسنوا المستوى العلامات عندهم والتحصيل الأكاديمي. في عنا بشهر 11 عملنا collaboration مع ال WHO office بالأردن، كانت session عن antimicrobial resistance والhealth policies، وإجوا حكوا لنا إيش هم البلان تبعتهم as WHO لمكافحة المناعة اللي عم بتصير antimicrobial resistance بالأردن، وإيش أهمية الهيلث بوليسيز لطلاب الصيدلي وطلاب القطاع الصحي. برضو بشهر 11 عملنا personal development and future planning session، كانت بالجامعة الهاشمية، كان في دكاترة من مختلف القطاعات بيحكوا إنه كيف الطالب ممكن يشتغل على حاله during فترة الجامعة، طور من السكيلز تاعونه عشان هو يقدر يحصل الوظيفة اللي بده إياها للمستقبل. وبشهر 11 عملنا شهر 12 سوري عملنا CV writing and interview skills، كانت in collaboration مع MS Pharma مع ال HR team تبعهم، وعملنا برضو session اسمها Dermoclam، كانت هدفها توعية الطلاب بالموضوع skin care and cosmetics، كانت على مرحلتين. مرحلة كانت local sessions بالأربع جامعات اللي حكينا عنهم، والمرحلة الثانية كانت عبارة عن cosmetics session مع compounding، كانت in collaboration مع روحي pharmacy، وانعملت بمحل skin care بالبوليفورد بالعبدلي. اللي بعديها كان بشهر 1 كان عندنا debating event مع نادي الفكر والنظرات من جامعة الأميرة سمية، وبشهر 2 عملنا forensic sciences event اللي هو كان بالتعاون مع مستشفى البشير مع قسم البحث الجنائي عندهم الطب الشرعي سوري، وكانوا بيحكوا عن أهمية especially تخصص التوكسيكولوجي للفارماسيست إنه يلاقوا وظائف بهذا القطاع، وقدي هذا الإشي مش موجود حالياً، فركزوا أهمية إنه الفارماسيست ممكن يطوروا حالهم بمجال التوكسيكولوجي لهاي الأهداف. هلأ ديوري مرحلة الحاجة بتعرفوا إنه ما في كان events on site، فحاولنا نحول كل إشي يكون online ويفيد الطلاب. أول project كان لإلنا اسمه PD Entertainment Guide، عملنا زي نحكي ميني ويب سايت، كان هدفه إنه نحط لينكس لأشياء ممكن تفيد الطلاب هم قاعدين بالبيت يستفيدوا منها، مثل كورسز، في عنا بوكس، في عنا interesting movies and TV shows إلها علاقة بالقطاع الصحي، وكان في سكشن للpersonal and professional development، إيش أنا ممكن أطور حالي بنواحي ممكن تفيدني ألاقي فرص عمل بالمستقبل، بالإضافة للينكس لجورنالز كمان. وعملنا أونلاين سيشنز كتيرة، واحدة كانت عن السيزن ماركتينج مع دكتور صالح، كان في عنا سيشن اسمها بي دي إكسبشن، كانت بتحكي عن قصص نجاح لناس صيادلة هم أغلبهم كانوا صغار بالعمر. جبنا دكتور زيد الكيلاني، أستاذ هشام أبو بكر اللي هو مؤسس ديميتريز، كان في عنا طلاب كتير كمان لساتهم طلاب صيدلة ولهم قصص نجاح سواء كانت في القطاع الصيدلاني أو بإشي تاني، فحبينا يعني زي موتيفيشن للطلاب إنه إحنا as pharmacist نقدر to exceed الليمت ونحقق أشياء كتير منيحة. وآخر session عملناها within the past week كانت مع MS Pharma، جينا عندنا session CV writing and interview skills لأنه كتير كان عليها طلب، وعملنا كمان إيش في فرص للطلاب بقطاع regulatory affairs و research and development بالشركات الصيدلانية. هلأ اليوم session تاعتنا راح تكون معنا دكتورة لارا برقان. دكتورة لارا هي من أكبر الداعمين لجمعية طلاب الصيدلة الأردنية، وفي تعاون مستمر بيننا وبين JPSA وبين دكتورة لارا، مبادرتها اللي هي مبادرة إحنا المستقبل. السيشن تاعت اليوم هي بعنوان دوري الشباب ما بعد أزمة كورونا، بتعرف إنه هاي الأزمة كتير غيرت أشياء من البرسبكتيف تاعتنا ومن طريقة تعاملنا مع الـ community in general. فالهدف اليوم إنه دكتورة لارا راح تكون المودريتور تبعتنا وراح تحكي لكم بالسيشن كيف راح تمشي بالضبط مع التو سبيكرز اللي راح يكونوا معنا اليوم ان شاء الله.
دكتور لارا، إذا أنت معنا بس راح أعمل لك unmute عشان تبدي السيشن. أول شيء بس a couple of rules، لو سمحت إنه كلكم تحطوا المايكروفونز ميوت. إذا حدا عنده أي سؤال اكتبه بالكومنت سكشن. إذا عندكم سؤال ودكتورة لارا بتجاوبكم عليه بالوقت المناسب، يعني الوقت ما السبيكر يخلص بوينت معين بدنا نجاوب على الأسئلة. وإذا بحابين تحكوا سؤال حكي برضو بس حطوا بالشات بوكس، احنا نخليكم تحكوا. دكتورة لارا، ما أعرف إذا سامعتيني بس you can start the session. You have the floor. دكتورة لارا، إذا عم تحكي الميكروفون تبعك ميوت، فـ you need to unmute yourself. أوكي. أوكي، تمام؟ أوكي، perfect. Yes, we can hear you. معك حبيبتي، الله يعافيكي. دكتورة لارا، في طلاب رح يعملوا جوين على 10 لأنه عندهم امتحان، فبخلصوا على 10 وبيبقوا جوين ذا سيشن عشان هيك العدد شوي قليل. اوكي، مو مشكلة، احنا خلينا نبلش هلا شوي نحكي، نتعرف شوي على بعض ونحكي. هلا الكل سامع صح سارة؟ يس يس، أنا سامعة. إذا في حدا مش يعني I think كلهم سامعين نفس الإشي. اوكي، كلكم سامعين دكتورة لارا صح؟ أول إشي مساء الخير لكم كلياتكم، يعطيكم العافية. يعني الظروف خلتنا أنه نحكي مع بعض عن الأونلاين، فقلنا يعني نحكي مع بعض على القليل شوية نقدر نسمع بعض أو نتحدث أو نحكي فيها. لشكل هالأزمة مطولة وإن شاء الله تكون أزمة بتعدي. يعطيكم العافية، وأنا بعرف مجهود كبير عم بينجزوه JPSA، وأنا كتير مبسوطة أني أنا يعني أكون nominated friends of JPSA، ودايما بيشرفني ان اكون كل الدعم لانها الشباب. انتم بصراحه يعني ايش ما بحكي عنكم من البدايه، من اول ما تعرفت عليكم السنه الماضيه واشتغلنا اول السمبزم السنه الماضيه، وان شاء الله السنه هذه بتعدي ازمه الكورونا وبرضه بنرجع نشتغل من اول جديد. ف all of my support to you. بصراحه فكرت بما انه احنا ازمتنا كثير مطوله وانا وحده بحب كثير الايفنتات والشغل، قلنا ليش ما نيجي نفكر كيف احنا ممكن كشباب ندعم مؤسسات الحكومية، ندعم الشباب، ندعم البلد، ندعم المجتمع، نفكر كيف إحنا ممكن نطلع من هاي الأزمة، شو ممكن نقدم فيها. بصراحة تواصلت كتير مع ضيوف وما لقيت أفضل من إنه أنتوا نشوف فرجيكم كيف الشباب اللي هلأ عم بيشتغلوا وعم بيقدموا وعم بيعملوا أشياء كتير داعمة. فكرنا بما انه احنا كمان دائما متحيزين يعني يمكن الجزء الاكبر احنا بما انه JPSA اللي عم نعمل الحلقات هذه، ففكرت في فكره برنامج تبلش فيها نحكي زي ما الهاشتاج المعروف خليك ببيتك، ليش ما نطلع بهاشتاج نسميه صيدلي في بيتك، واحنا كصيادله ممكن نوصل لكل بيت من البيوت الموجودة، نقدر نقدمهم معلومة، نقدر نقدمهم نصيحة، ممكن يكون إن دور كتير قوي في التوعية المجتمعية اللي بتتعرض لها هلا كل حدا موجود على هذا العالم، فلازم يكون إن دور كتير قوي. فقلنا خلينا نبلش بهالفكرة بالحلقة اليوم الأولى، إذا حسينا أنه ممكن نحسنها، ممكن نعدلها، ممكن يطلع معنا أشياء جديدة، ممكن أفكار جديدة. أنا بستقبل كل الأفكار وopen minded لكل واحد عنده فكرة حلوة. فنقولنا اليوم خلينا نبلش، خليك ببيتك الجمعة بما أنه حاضر شامل والكل قاعد بالبيوت، يا عنده امتحانات وكويزات أونلاين، يا بيكون قاعد بيستنى الإفطار، يا بيحضر التلفزيون، يا بيعمل شات مع أصحابه. ليش ما نكون في عنا دور اليوم ونطلع من هالبيت جوا البيت ونقدم فكرة كتير حلوة للناس. فما لقيت أفضل، إحنا ممكن تأخرنا على ضيفنا موجود هلا معنا على الأونلاين شغال سيد محمد عبيدات. طبعا أنا يمكن أكون مقصرة بحقه أو ما بدي أحكي عنه، شاب يافع نشيط اشتغل على حاله كتير،
أنا بعرفه فيسبوكيا، بس من آخر فترة يمكن شفت له كم من إيفنتات. شاب نشيط شغيل، هلا عم ببلش يحكي لكم عن حاله أكتر. طبعا السيد محمد عبيدات بيكون المدير التنفيذي لمركز الملك رانيا للرياده والابتكار. واحنا كشباب يعني، او انتم كشباب، خلينا نقول انا يمكن خدرت شوي، بس انا بحب ضلني حاسه بروح الشباب معاكم، نقول كيف بدنا نتعلم وكيف ممكن ناخذ مواضيع وكيف ممكن نشتغل على حالنا، حتى نقدر حتى من بيتنا ومن غرفتنا من اللابتوب معنا او من تليفوننا نقدر نعمل اشي ابتكار او اشي رياده. فضيفنا موجود معنا، يمكن ساره بتقدري تدخليها هلا على الميتنج، السيد محمد عبيدات. اهلا اهلا، يعطيكم العافيه. اهلا 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 استاذ محمد. يا هلا فيكي، ثانك يو فور هافينج مي جايز. يعني انت شرفنا اول، ما بدنا يعني بدنا نحكي بالبدايه، اول شيء اهلا وسهلا فيك. احنا جمعيه طلاب، ممكن تاخرنا شوي لان كان صار شوي مس بالكونكشنز بالجوتو ميتنج، وطلاب هم عنده اغلبهم هذول طلاب عندهم امتحانات، وممكن هلا كمان شوي بعد العشرة في ميتنج ممكن يدخلوا كمان معنا بالزياده. انا ما بعرفك كثير، بس انا بعرف انك انت شاب كثير اشتغلت على حالك وكثير داعم للشباب، وبموقعك هلا كمدير المركز الملكه رانيا للرياده والابتكار بدنا نتعرف عليك اولا، وبدنا نبدا نحكي على دور الشباب، كيف ممكن احنا الموضوع اللي احنا حكيناه اليوم انه كيف ممكن يساعدهم يتخلصوا من 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 الالام، من الاكتئاب، كيف ممكن يبتكروا، كيف ممكن عندهم الرياده بوضع الكورونا او ما بعد الكورونا. انا الكورونا راح تخلص لا بحاله ولا بحالتين ولا بصفر ولا بمية ولا سنه ولا سنتين، حيث نتعايش معها حتى ان شاء الله بلكن نلاقولها فاكسين ويحل الموضوع. فمساء الخير استاذ محمد، واهلا وسهلا. اهلا فيك ستي، ثانك يو فور ذا انترودكشن. يعني ذير از نوثينج ماتش بحكي عن حالي. انا اسمي محمد عبيدات، مدير مركز الملك راني للرياده واستشاري بمجال الابتكار التكنولوجي من 13 سنه تقريبا. اذا بدي احكي شيء كبدايه، بدي احكي انه هو مش مكان للاكتئاب هلا ولا للحزن ولا لانه نكون devastated و depressed. بالعكس، دائماً إحنا we look at the crisis time as an opportunity time. It's a great opportunity for us to come up with new innovation, to come up with new products, new services, new things that can disrupt the market. المثال ممكن نطلع عليه، we've been fighting من 2001 إنه نحاول نعمل تعليم إلكتروني. Out of nowhere الأردن كلها عم تتحول تحويل إلكتروني بالتعليم من خلال شغلة شهر زمان. We've been fighting بدنا حكومة إلكترونية من 2000، وقت ما جلال سيدنا بال 2000 طلب تأسيس ديبارتمنت للإي جوفرمنت بوزارة الاتصالات بهذاك الوقت، إنه يا جماعة خلينا نتحول لتحول إلكتروني. من هذاك الوقت هي 20 سنة مرت وبعدنا يدوب مندفش بالمجال. Thank you كورونا، حياتنا تحولنا لجزء كبير إلكتروني. لسه طبعاً قدامنا شوط أطول مما نقطعه، بس الحمد لله في إشي كتير تطورت. فكورونا is not، يعني كورونا أو غير كورونا is not the time for depression. It's not the time for being sad. It's the time to say yes. There is a very good opportunity to come up with a new thing. It's your role guys. يعني خاصة إذا عم نحكي عن pharmaceuticals هلا أو medical industry in general, we're counting on you guys. يعني أنتوا بتعرفوا أكتر منا إنه industry medical traditional كتير فيها كتير issues و challenges، على مش بس بالأردن، بالعالم كله. فmaybe it's the right time for us to innovate هلا بهذا المجال and to come up with new things تقدر تحسن القطاع الصحي بشكل عام. استاذ محمد سامعينك. Yeah, this is what I have to say. معناته احنا بنقول انه الكورونا كان لها بوزيتيفز، لها اشياء ايجابيات، انه ممكن احنا بلشنا بالحكومه الالكترونيه زي ما حكيت 2013، ومؤسسات كثيره كملت برضو على الديجيتال. شو رأيك بقصة التعليم عن بعد؟ يعني هدول طلابنا الخاصة طلاب الجامعات، لأن يمكن شوي connections معهم أكثر من طلاب المدارس، عم بتغلبوا من قصة الأونلاين. شو رأيك بهالتجربة هذه؟
وانت اكيد معها، كنا معها، بس شو ممكن الواحد يحسن منها، او كيف ممكن نعدل منها او نحسن الامور لقدام، كيف نعمل امبروفمنت لها؟ honestly التعليم الإلكتروني challenges فيه global، مش بس عنا بالأردن. نحن للأسف لما قررنا ندخل على مجال التعليم الإلكتروني هلأ بالفترة هاي maybe بمكانات كتير ما كنا جاهزين، ما كنا جاهزين من ناحية البنية التحتية تحديدا. بتفهم إنه الشباب الله يعينكم، يعني ممكن جزء كبير من اللي معانا هلأ أنتوا طلاب، it's tough, it's challenging, it's not easy. Believe me guys، سواء اليوم أو سواء بعد 10 سنين أو لو قبل 5 سنين we started، راح يكون نفس الفيدباك، راح يكون نفس التشالنج اللي أنتم عم تمروا فيه من ناحية مش متعودين. دائما نحن في عنا الجروب of students سواء بالمدرسة أو بالجامعة اللي بصير يقولوا إحنا دفعتنا اللي تجرب فيها. قبل سنين لما كان التوجيهي فصل واحد والامتحانات كلياتها آخر السنة كان يقولوا إحنا دفعتنا تجرب فيها، بعدها طلع توجيهي على فصلين صار يقولوا إحنا دفعتنا تجرب فيها، بعدين صار في توجيهي بتحذف مواد وبتضيف مواد اللي كانوا بهذيك السنة قالوا دفعتنا تجرب فيها، هلأ رجعنا بالتوجيهي لفصل واحد بيقولوا رجعنا تجرب. It's a continuous loop of trials. اليوم الترايل هذا we needed it. Yes. You're suffering 100%. It's not easy 100%. But my advice لإلكم إنه try to learn as much as possible from this experience and see إذا أنكم بعدكم لسه سنة أولى سنة ثانية ثالثة قدامكم وقت لتتخرجوا، try to learn من هاي الexperience and see what you can duplicate لقدام بالسنين اللي ضليتكم. إذا أنكم عم تتخرجوا try to learn what's missing now and how you can contribute to making it better لقدام. إذا اليوم بدي أقول إيش في إشي عنا لازم نشتغل عليها أكتر، صراحة I believe وماي بجزء كبير من القطاع الريادة والإنوفيشن بالأردن كلنا متفقين إنه في نقص بالبنية التحتية. ممكن يس الأردن وصل لأكتر من 90% penetration، في عنا ناس عندهم إنترنت بمعظم الأردن، الشبكة واصلة، بس ما بيعني هذا ان الشبكه بكثير اماكن لسه ضعيفه، موجوده بس ضعيفه، الكونكتيفيتي مش موجوده بشكل افيلبل كونتينيوس عند اماكن ثانيه بالقرى اللي بعيده برا الاردن برا المحافظات الكبيره. شغله ثانيه ممكن احنا قررنا ننط عليها من غير ما نكون عارفين الاكزامينيشن بروسيس كيف راح تكون والايفالويشن بروسيس كيف راح تكون. يعني صعب انه اجي احكي بدي اطبق تعليم الكتروني اليوم عن بعد بنفس طريقه التقييم اللي كنت معتمد عليها بالتعليم داخل الجامعات او المدارس. انا تعليمي للاسف كان مبني كلياته على امتحانات، وكلكم تعرفوا معظم امتحاناتنا هي بصم، تقعد بتبصم الشغل وبتروح بتقدمه. في دكاتره كانوا شوي يطلعوا عن النورم هذا ويقولوا you know what انا راح اجرب اعطي مثلا بروجكت او راح احط جزء من علاماتي على جروب ورك. كان في ريزيستنس سواء من الجامعات نفسها او من الطلاب ببعض الاحيان. فاليوم لو ركزنا انه هاو كان اي انتجريت هذا الحكي والجروب ورك واخليه جزء من العلامات والماركينج بطريقه احسن، ذس كود بي ايزير. بس ما تقول لي بدي اطبق نفس نظام الامتحانات القائم على التعليم الالكتروني اللي هو شيء جديد. When we innovate guys we eradicate كل شيء، بنمسك كل اللي كان قايم وبنرجع بنعدل عليه وبنبني فوقه مره ثانيه. اليوم هذا اللي نحن فيه، هذا الواقع. You have one of two stands. يعني نحن لما كنا ندرس بالإنوفيشن كانوا يقولون لنا you've got two type of people. The person who would say you know what it's stupid، مش ضابطة، ما بدي أكمل. والحد اللي بيقول لك you know what okay it's hard but I have to manage my way around. بس manage your way around يعني innovating، coming up with new techniques of studying. طريقة التعلم مختلفة لإلك أنت. ممكن لما بتحضر المحاضرة أونلاين للدكتور مش عم تفهم عليه مزبوط، it might be a good opportunity for you to look for online courses. شوف شو في ناس شارحينها بطريقة مختلفة. شو في YouTube videos. شو في websites تانية عم تشرح نفس التوبيك اللي أنت بدك إياه بطريقة مختلفة. This could be more beneficial لإلك. At the same time, this could help you شوي to mitigate خلينا الريسكس اللي عم تطلع قدامك. فلورا إذا بدنا نقول is it the best scenario؟ لا 100%. بس هو إشي we have to go to و maybe it's about time إنه خلص ندخل عليه ونبلش فيه. كيف بنقدر يعني هاي التحديات اللي هلا مثلا زي ما أنت حكيت إنه
الكونتيفيتي في بعض المحافظات ممكن تكون عندنا اياها قليله، ما توصل عنده، ما عنده نت، ما عنده لابتوب، ما عنده وسائل الموجوده مثلا بعمان. خلينا نقول كيف ممكن هذه، انه هاي بالنسبه لنا تحديات مش سهله انه يعني تنحل. فانت ايش وجهه نظرك بالنسبه ل شو حل، او شو برايك بهذا الموضوع؟ بالانوفيشن في ثيوري اي توتالي بليف ان، وكثير تستخدم بمجال الفارماسيوتيكلز والميديكال اندستري، اسمها الاوبن انوفيشن. انك تقرر انك جهه واحده او مؤسسه واحده او فرد يحل كل مشاكل الدنيا، يو كان نوت دو ذات، يو هاف تو كووبريت وذ ذا اذرز. هنا بيجي مبدا التكافل اللي كان بيحكي عنه دكتور عمر رزاز من يومين. اتس اور رول كلياتنا ككوميونيتي تو جيت توجذر، نحاول نشوف هاو وي كان هيلب إنه نعطي space for people to get access to education بطريقة أسهل. إذا كنتوا لاحظتوا خلال فترة الوضع اللي كان بسوريا وإخواننا السوريين اللي إجوا على الأردن، جزء كبير منهم كان منقطع عن التعليم. شفنا بشكل رائع كيف في تكافل ممتاز ما بين أبناء المجتمعات المحلية، ما بين بعض المؤسسات بالدولة، ما بين منظمات غير ربحية، ما بين أبناء الجالية السورية اللي عنا، كيف تجمعوا وعملوا برامج صغيرة، مؤسسات تعليم، مدارس. كان في إشي جدا رائع، قدر يمسك ناس كانوا للأسف their dropouts مستحيل يرجعوا مدرسهم لأنه خلص فقدوا الأمل، لناس اليوم ما شاء الله متعلمين، في جزء منهم عم بيكون entrepreneurs they're adding value to the community بالأردن وبرا. نفس اللي صار هداك يعني على الكيس الصغيرة اللي هو كان فيها، اليوم للأسف كبر شوي وصار على مستوى تجمعات قروية موجودة بالأردن، والشعب اللي عايش فيها هدول ما عندهم access. فكيف أنا بقدر to imitate it وأجيب نفس المؤسسات، نفس الشباب، نفس الجهات اللي كانت حابة تدعم وتعمل impact كويس، يتكافلوا مع بعض in order for them to provide the opportunity لهدول الناس. ممكن تكون من خلال دعم، يجيبوا لهم الانفراستراكشر اللي محتاجينها، اللابتوبات، الاشياء هاي. This could be a thing. بس other things can be through مثلا في عندنا مراكز بيسموها knowledge centers او مراكز المعرفه، تابعين لوزاره الابتكار والتكنولوجيا، سوري وزاره الرياده والاقتصاد الرقمي. هذه المراكز منتشره تقريبا بكل محافظات المملكه وبجزء كبير من القرى. Maybe it's about time. مراكز ايش؟ النولج سنترز، مراكز المعرفه. اوكي. هذول مراكز وعم بيكونوا رينوفيتد هلا وكابيتالايزد بشكل كبير من خلال الوزاره ومن خلال شركاء لهم انكلودنج انتاج سوري واورنج وعده مؤسسات. هاي ممكن تكون نواه لنا لنبلش نفكر هاو وي كان كابيتالايز اون ذم، انه ياخذوا اكسس الناس اللي مش قادرين تو جيت اكسس. بس برضه ما بينفي الدور المهم، لأنه ممكن صار وقت نتكافل ونحاول نفكر بطريقة تبرعات، طريقة دعم تساعد هدول الناس اللي بعد. يعني أنا بفهم كتير مهم بالنسبة لك إنك to get access to food وto get access to water. يعني الماسلو هيراركي of needs يبلش بإنه بدي أكل وبدي أتأكد إني شبعان، بعدين بفكر بكل شيء. هذا الإشي أنا متأكد الحمد لله في كتير مؤسسات الأردن عم تشتغل عليه، وما أعتقد، يعني دائما بقول لك ما حدا بيموت من الجوع، وأنا ما أعتقد إنه إن شاء الله ما يكون في ناس وصلين لهاي المراحل، وفي ناس عن جد عم بتأمن لهم الأكل اللي محتاجينه. خنفكر what's next. اليوم التكنولوجيا بطلت luxury it's a need، فمايبي لازم يكون في عندي دور إنه أدعمهم بهاي النيد. ما بدي منك تجيب له موبايل أحدث نوع موبايل، بدي إياك تجيب له مايبي ديفايس صغير يقدر يدرس عليه هو وإخوانه، أو بدي إياك تجيب له كمبيوتر صغير يقدر يطبق عليه الاكسرسايزز. هذا could help us to integrate بطريقة أحسن. النيدز، يعني إحنا نفتش على النيدز مع التكافل الاجتماعي. 100% 100% it's all about needs والتكافل الاجتماعي. يعني أقولكم في هلأ نحن عم نشتغل على انيشيتيف صغيرة يعني نشوفوا قد العالم صار صغير. نحن عم نطلع على الأردن، بس الحمد لله الوضع عندنا كتير أحسن من دول ثانية، including على سبيل المثال الولايات المتحدة. بأمريكا حاليا في منطقة ببنسلفانيا ستيت، معاناتهم جدا كبيرة من ناحية نقص الغذاء ونقص الأكسس للميديكال سبلايز. ففي مبادرة صغيرة عم نشتغل عليها كنا مع أصدقاء لنا بالولايات المتحدة. لما كنا بنفكر بالبداية كنا بنفكر نشوف وين الميديكال سبلايز نقدر نأمنها بعمان لمناطق بالأردن هيك، بعدين شفنا أنه في ناس هناك هم أصحاب لنا ووضعهم جدا سيء،
فليما نحاول نفكر بطريقة نساعدهم خلال الإنترنت. الحمد لله things went well. امبارح كنت عم بحكي مع أصحاب لإلي بعمان قاعدين بإربد عم بيوزعوا أغراض معونة وأكل بإربد، وبنفس الوقت مع هذا الحكي كانوا عم بيوزعوا قاعدين إنترنت subscriptions على الطلاب اللي محتاجينها. فهذا was a very beautiful thing. هي initiative من ثلاث أشخاص بس it can be expanded, it can be built on a better place. طيب مؤسسات المجتمع المدني شو فكرة هيك من وجهة نظرك، شو دورها بهالفترة الحالية أو ما بعد الكورونا؟ دورها اليوم هو تحاول ما توقف خنقول الشغل تبعها. أهم شيء محتاجينه من هاي المؤسسات إنها ما توقف الشغل وتكمل شغلها، فكثير مهم عليهم إنهم يتعاونوا. يعني بمرة من المرات وزير سابق كنا بنحكي كان عم بيقول إنه تقريبا بالأردن في لكل 10 أشخاص منظمة غير ربحية، فعنا عدد هائل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية. إشي سيء كنا نشوفه وإن شاء الله نبطل نشوفه إنه كل واحد فيهم بيشتغل لحاله، كل حد بيشتغل على راسه، ما حد فيهم بنسق مع التاني. اليوم جدا مهم، جدا مهم لإلهم حتى يحققوا الإشي اللي هم بيطمحوا له إنهم يتعاونوا مع بعض أكتر. فأنا بدي منهم اليوم ما يوقفوا الشغل لأنه محتاجينهم أكتر شيء. تاني شيء يتعاونوا، لأنه إذا ما تعاونوا ما رح عن جد يقدروا to create the impact اللي هم بيحلموا فيه. هلأ من هون ليهدى الوضع في شيء أهم وأهم بكتير نحن محتاجينه ومحتاجين the medical industry فيه أكتر، خاصة بالأردن. نحن كتير مقصرين بالوعي الصحي، كتير مقصرين بأهمية الميديكال ريسيرش والساينتفك ريسيرش المبني للأمور الصحية والطبية. هذا الحكي جدا 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 ضعيف. We need مؤسسات المجتمع المدني اللي كانت شغالة من قبل to start looking at this missing part. يعني اليوم إذا بطلع سجل الجمعيات اللي موجود بوزارة التنمية الاجتماعية بكتشف في جزء كبير من الجمعيات بتشتغل على الفقر وعلى الأكل وعلى المعونات. كم جمعية عم تشتغل قاعدة على الوعي الصحي؟ أو كم جمعية عم تشتغل حالياً على إنها تفهم الناس الـ basic needs تبعت كيف تكون الهايجين تبعك كويس، كيف تكون طريقة الطبخ تبعك أحسن، تخزينك للأكل أحسن، مو موجودة. فأنا for me I think إنه إذا بدي منهم إشي بعد كورونا أو خلال الفترة الجاي اللي هي بنسميها الـ recovery phase، محتاج منهم يركزوا على الوعي الصحي كتير، ومحتاج منهم برضو يركزوا على الزراعة وأهمية الزراعة، because those two things نحن للأسف قصرنا بحقهم كتير. و now it's time إنه نرجع نحكي لا let's move again and innovate بهذا المجال. طيب مركز الملكة رانيا للريادة والابتكار يعني إحنا بنسمع فيه وأنت مديرة، لك حاب تعطينا بريف عنه شو بيقدم، شو بعمل، شو بيشتغل، شو إنجازاته، شو سبل التعاون مثلا ممكن يكون مع الجمعية later on لقدام، ممكن يستفيدوا الشباب الطلاب إذا في مبادرات، إذا في إيفنتات، إذا في محاضرات workshops ممكن إنه يشتغلوا معكم فيها. 100%. هلأ المركز تأسس ب 2004. It was an initiative by سمو الأميرة سمية بنت الحسن ومجموعة من طلاب جامعة الأميرة سمية. يعني لما طلعت فكرة المركز كمركز هي كانت فكرة طلاب الجامعة، مش خلينا نقول الفكرة اجت من فوق، لا الطلاب تحمسوا وقالوا you know what بدنا نفتح مركز يهتم بالريادة. هلأ باك ب 2004 شوي كانت كلمة الريادة أو entrepreneurship ما لهاش هالوقع الكبير بالأردن، people ما كانوا يتفهموها بسهولة. يعني في جوك دائما بحكيها it's not a joke it's silly، بس كنا دائما لما نطلع نحكي مركز الملكة رانيا للريادة يفكرونا بنحكي مركز الملكة رانيا للرياضة، وصيروا يسألونا عن سبورتس كرة قدم وسلة وإحنا ملناش بالحكي هاد. فالحمد لله المركز قدر يبني شوي شوي وخلق قاعدة انبنى من خلالها كتير initiatives ثانية كبرت على مستوى البلد. الهدف الأساسي تبعنا هو خلينا نقول في الموتو تبعنا اللي هو shaping the future entrepreneurs of Jordan. نحن بنشتغل مع الفريق
بيجنينج، الناس اللي عنده لسه فكره او اللي عنده طموح انه ياسس مشروع او حابب تو انوفيت على شيء موجود اصلا. وي هيلب ذيم من خلال سيفرال بروجرامز. عندنا ثلاثه بيلرز اساسيات. البيلر الاول هو التريننج والكاباسيتي بيلدينج. وي كوندكت لارج نمبر اوف تريننج اكتيفيتيز وورك شوبس من خلال المركز وشراكاتنا مع الجامعات الاردنيه. اليوم جزء من تريننج تبعتنا الكاباسيتي بيلدينج بروجرامز صارت تتحول لاونلاين بروجرامز فيرتشوال تريننجز. فالحمد لله اكتشفنا انه لما حولنا فيرتشوال صرنا نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس اللي ما كنا قادرين نوصلهم من قبل. الجزء الثاني اللي بنشتغل عليه هو لينكجز. الانتربرنور قد ما تطلع براسه فكره حلوه وفظيعه، بس اذا ما كان في حواليه خلينا نقول system to support him، مش بس funding، mentorship, guidance, advice، ما بقدر يكمل. فنحن we provide هذا الاشي through large network of mentors, advisors, supporters. الحمد لله كون المركز هو مؤسسة غير ربحية تابعة للجمعية العلمية الملكية، we get a lot of support من مؤسسات ربحية وغير ربحية بالأردن. يعني من شراكاتنا هي Orange Telecommunication, Oasis 500, iPark Jordan، مؤسسة ولي العهد، كتير مؤسسات هم شركاء لنا. فنحن نقدر نشبك الانتربرينورز تبعنا مع هاي المؤسسات بالاشياء اللي بيحتاجوها. والثيرد بيلر تبعنا هو في عنا كووركينج سبيس داخل حرم جامعه الاميره سميه. الهدف من هذا الكووركينج سبيس انه نعطي اكسس لاي انتربرينور او اي حدا بيطلع براسه فكره انه تو جيت اكسس لطلاب جامعه الاميره سميه، اولا كانترنشيب بروجرامز كتريننج بروجرامز سو هي كان benefit from their knowledge and skills. نعطي access على research database اللي موجودة بالجامعة، plus نعطي access على researchers who can help. المجال الصحي دخلنا بشغلة واحدة كانت related لل artificial intelligence in medical care، وكان له علاقة بالanalysis تبعت صور الأشعة اللي بتتاخد وكيف نبطل نستخدم صور الأشعة العادية ونفوت على مجال مختلف. فهاي كانت من خلال أحد طلاب جامعة الأميرة سمية اللي كان عم بيساعدنا بالالجوريثمز والديفلوبمنت تبعها. زائد بنعطي أكسس على الجمعية العلمية الملكية اللي فيها الأوفيس تبع الانتلكتشوال بروبرتي للباتنتس وحماية الملكية الفكرية، وفيها المختبرات الكبيرة تبعتنا اللي لها علاقة بالفحوصات الكيميائية والفحوصات الإلكترونيكس والميكانيكال والأشياء هاي كلياتها. هدول هم الثلاثة بيلرز تبعون المركز. بالقطاع الصحي تحديدا المركز للسنة الثالثة على التوالي نحن بارتنرز مع حكيم، أم شور كلكم تعرفوها الشركة الفيصلية. حكيم في عندهم كل سنة شيء اسمه جائزة حكيم الريادية. الهدف منها إنهم يحاولوا يجيبوا أفكار ريادية من طلاب الجامعات. هلأ المركز إحنا مش بس لطلاب الجامعات، نحن we're open لأي حدا عمره 18 سنة فما فوق وعنده فكرة فيها ابتكار وإبداع. جائزة حكيم تحديداً هي فقط لطلاب الجامعات، مركزة على طلاب الجامعات. نحن شو بنشتغل مع حكيم؟ بنعطي التريننج تبع البيزنس بلانينج والإنوفيشن تبع هدول الطلاب اللي بيشاركوا. فكتير بيجينا أبليكانس وأفكار حلوة من حكيم صراحة من الجائزة. اللي بيفوتوا معنا بياخدوا تريننج وبياخدوا أكسس على الكووركينج سبيس تبعنا وأكسس على الفاسيليتيز اللي بنعطيهم. That's in a nutshell مركز الملك كورونا. يعني أشياء كتير لطيفة وحلوة، وأتوقع إنه إن شاء الله بعد أزمة الكورونا راح يكون في إنه لقاء مع البورد، يعني مرتب مع حضرتك ومع المركز، لأنه أتوقع إنه المجال الصحي كتير راح تستفيدوا من شباب الجي بي اس اي. هلا بدنا نفتح الأسئلة، إذا في حدا بيحب يسأل سيد محمد من الشباب الموجودين معنا. سارة في حدا بده يسأل؟ هم هلا مفروض إذا بدهم يسألوا يكتبوا بالشات بوكس. مش شايفة إشي. شباب صبايا في حدا عنده سؤال؟ تدعموا المشاريع غير المجال اللي محمد جسيم، تدعموا المشاريع غير المجال الصحي؟ يس، نحن الارياز اللي بنركز عليها هي الارياز اللي لها علاقه ب خلينا نقول هاردوير تكنولوجيز ان جنرال.
سو اذا فيها امور صحيه بتدخل معنا، بس امور غير صحيه برضه بنفوت فيها. بنفوت بالويرابلز والانترنت اوف ثينكس تكنولوجيز، وبنشتغل بمجال الاي تي تكنولوجيز، بس مش كل تركيزنا على الاي تي. يعني للاسف التعريف تبع التكنولوجيا بالاردن شوي، لما بتحكي تكنولوجيا دائما الناس بتفكر موبايل ابلكيشنز وويب سايتس. نحن لا، وير تيكينج ذا وايد سبيكتروم. سو بنفوت ب مثلا واحده من شركاتنا هي درون تكنولوجيز وطائرات بدون طيار، بنفوت بالسكيورتي، بنفوت بالانترنت اوف ثينجز زي ما قلت، بنفوت بالهاردوير بكل تصنيفاته، ميكانيكال، ميكاترونكس، واي شيء ريليتد لهي الاندستريز. فيس مش بس الامور الصحيه، الامور الصحيه هي جزء من البيجر بيكتشر تبعنا. طيب اكسلنت. في طالبه هبه غصانه تسال كيف ممكن نشارك معكم بالمؤسسه، ومش مؤسسه، مركز الملك يورانيا، في مجال انه حدا يشارك؟ يعني هذا ممكن يكون حدا يشارك، ولا كيف استاذ محمد؟ يس، هلا البروجرامز تبعونا بتقسموا. هلا اف البيرسون، للاسف طبعا، مش للاسف وشوي للاسف وشوي مش للاسف، اذا انك طالب بجامعه الاميره سميه، انت يو كان ايزلي بي بارت اوف شيء بنسميه دارت، اللي هو عنا student arm بداخل جامعة الأميرة السمية، بس تشتغل على مستوى الجامعات الأردنية. فا if you check them out Dart Jordan you will find them on Facebook. You can participate in their activities. حتى لو كنت مش طالب بسمية you can participate and be active. هلا تشارك معنا من خلال برامج المركز، this is easy. All what it takes، أنت بتفوت على الويب سايت تبعنا اللي هو بقدر بكتب لكم إياه بالشات qrce.org. Once بتفوت هناك، نحن في عنا continuous calls بنعلن عنها. فونس بنعلن عن training program أو بنعلن عن competition، لأنه في عنا جائزة سنوية اسمها جائزة الملك راني للرياضة. Once بنعلن هاي الإعلانات، أنت you can simply apply and you are welcome to join. Okay, excellent. احنا بالاميره سميه استاذ محمد ما قلنا، لانه هم طلاب صيدله، فهم باربع جامعات هلا، وهلا يعني كان المفروض قبل ازمه الكورونا كان عندنا توسع كمان باربع جامعات، على اساس انه كان في عندنا يعني اتفاقيات فيها نوقعها مع رؤساء الجامعه، بس تاجلت هلا ما بعد الكورونا. في يعني شوفي، one thing if I may say دكتور، with regards to يعني yes it's very important انه to keep the focus on the pharmaceuticals. But I really يعني suggest انكم to think about having small teams, maybe thinking of multidisciplinary. لأنه لما طالب الفارماسيوتيكلز بيطلع بفكرة كويسة، بس محتاج مثلا some IT work, algorithm, data analysis, شيء زي هيك، you would require ناس من backgrounds مختلفة زي الـ IT أو الـ engineering أو هاي التخصصات. بالضبط. يعني في عندنا طالب كان من الـ JPSA، يعني مثلاً عم نسمع عندنا مثلاً طلاب بتغلبوا بقصة الـ training بالصيدلية، يمسك كل دواء يفتحه يفتش. فهلا ممكن مثلاً إذا في حدا في عنده فكرة، أنا أعطيكم فكرة للشباب، إذا في حدا عنده فكرة لبرنامج يعمل فيه برنامج، طبعاً لأنه بده IT، على كيف تدريب الطالب بالصيدلية، أنه كتير صعب كتير الطالب يتدرب بالصيدلية، بغوص عندك حوالي فوق 150 شركة على حوالي 100 مستودع على كم من دواء، فممكن على طريق برنامج كمان يتعاونوا معاكم، برضو ما فيها غلط. هي كتب لكم من الويب سايت إذا بيحبوا الشباب يدخلوا على ويشوفوا إيش المركز بيقدم. بيسألوا كمان محمد، بيسأل عن الطاقة المتجددة، ما بعرف شو قصده بده عن الطاقة المتجددة، بس Renewable energy is one of our interests. تندرج تحت شغلتين، either the IT أو the hardware. إذا كنت أنت عم تطلع بفكرة new device، خلينا نحكي PV panels جداد، أو عم بتطور على PV panels existing، أو داخل بالwind energy، yes هذا بدخل تحت الهاردوير sector تبعنا، ف it is one of our interests. أو إذا أنت عندك software إله علاقة بالmanagement of خلينا نحكي electricity usage أو water usage وmanaging the flow of them، هذا برضو بدخل تحت الIT industry. ف yes renewable energy is welcome on both ways. ناخذ اذا في ضل سؤال حدا، اخر سؤال، في حدا ضل عنده سؤال؟ هيك اتوقع انه ما ضل حدا يسال. شو بتعطيهم؟ طبعا هلا عدد قليل كمان لانه عندهم امتحانات هاي الفتره، شو بتعطي رساله للشباب صيدلي او غير صيدلي استاذ محمد؟ يعني if I want to give one last thing هو again don't be depressed يا جماعة.
اي نو صعب انك تكون محبوس بالبيت وانت بتحب تطلع ومش قادر تطلع. try to use هذا الوقت to come up with more innovative things. طلع شو في حواليك challenges، نحن ما بنسميهم مشاكل. اليوم في كتير challenges كتير انا متأكد عم بتشوفوها on a daily basis. think how you can come up with innovative solutions to overcome these challenges، سواء solutions لإلك او لحدا ثاني. و please انتو بالذات pharmaceuticals don't be depressed. We're capitalizing. إذا بدناك vaccine, so it's about you guys. So please try to think more be how we can be innovative and active build community today. Then we all need you. Okay. Thank you كثير أستاذ محمد. شكرا كثير إنه أخذنا من وقتك اليوم. فعلا يعني أشياء كثير وكثير حلوة، وإن شاء الله يعني إنه لقاء آخر بحلقات ثانية أونلاين، وإن شاء الله إذا بتنفك الأزمة أكيد إنه لقاءات أخرى. ومرة تانية شكرا كثير لك، وكثير شرف انك تكون اول ضيف معنا اليوم بحلقتنا صيدلي ببيتك. يعطيك العافية و stay safe. Thank you. انتو كمان يعطيكم العافية. Thank you كثير. Thank you كثير. Thank you كثير. هلا اتوقع ضيفنا الثاني راح يكون دكتور سهيب. دكتور سهيب موجود اونلاين؟ دكتور شهيب. مرحبا لارا. اهلا 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 دكتور. هلا اهلا فيكم، كيف الحال؟ كيف اموركم؟ ان شاء الله انه الصوت واضح. اهلا. ممتاز. طبعا دكتورنا دكتور شهيب، انا تعرفت عليه باحد الايفنتات بالمبادرات مع HR، اكيد كلكم تعرفوا HR منظمه غير ربحيه كانت تيجي للاجئين السوريين من امريكا. وبالصدفة تعرفت أنه كان في معي أردني آخر، لأنه يعني كلهم كانوا سوريين وكلهم كانوا أجانب، فكان الأردني الوحيد. تفاجأت أنه قاعد بجنبي كان دكتور وأردني، فأنه صار بنك من بعض وإحنا قاعدين بعمان. فأهلا وسهلا دكتور سهيب، يعني أهلا فيك لارا. معلوماته كتير حلوة اللي بكتبها عن الكورونا، فحبينا كمان اليوم نستضيفه يحكي لنا عن الوضع الصحي. ما بدنا نحكي على أشياء اللي نسمعها ديلي بالأخبار وبالمؤتمرات الصحفية وعلى الفيسبوك وعلى القنوات الفضائية، بدنا نسمع شوي بوزيتيف من الدكتور سهيب، لأنه صفحته كتير بتعطي بوزيتيف بزيادة أكتر مني حتى. فبدنا نحكي عن وضع الصحي بريف، نحكي أول شيء عن حضرتك بعدين عن وضع الصحي شوي بريف. وإحنا اللي معانا هدول أغلبهم ميلي طلاب كلية الصيدلة. فأهلا وسهلا فيك أستاذ دكتور سهيب مرة ثانية. اهلا فيك لارا. اول شيء بحب اشكرك واشكر جمعيه طلاب الصيدله الاردنيه على اللقاء، وبشكر ضيفك الاستاذ محمد عبيدات. بدايه انا دكتور صهيب عيد، اختصاص عالي بامراض وجراحه الانف والاذن والحنجره من مستشفى الجامعه الاردنيه، عضو باللجنه العلميه في نقابه الاطباء وجمعيه الانف والاذن والحنجره الاردنيه، وزي ما تفضلتي يعني عضو متطوع في جمعيه الاي اتش ار، وبرضه بجمعيه سامز اللي هي سيريان امريكان ميديكال سوسايتي، وهي بنشوفك ان شاء الله اكيد فيها يوم. والان اخصائي بمركز الحسين للسرطان. بتشرف اليوم ان شاء الله هيك ندردش مع بعض معاكم ونحكي عن بدناش نحكي عن الكورونا واعراضها والهي، لانه الكل طفش من هذا الموضوع. اليوم احنا عم نحكي وعدد حالات الكورونا تقريبا اقترب الى 4 مليون حالة، واليوم اليومين هذول للأسف بالأردن شوية تجاوزنا 500 حالة بالأردن، لكن الوضع ان شاء الله انه يعني منيح مسيطر عليه. انا بالنسبة لي وجهة نظري بس بالموضوع اللي صار هاليومين هذولا، هذا إشي طبيعي. إحنا ما بنطلع على صفر حالات، إحنا كأطباء وصيادلة وناس يعني علميين بنعرف إنه إحنا ما بدنا نمنع الفيروس، إحنا بدنا نحصر الفيروس. هلأ بداية يعني الموضوع اللي إحنا بدنا نحكي عنه، عن دور الشباب في أزمة كورونا أو ما بعد أزمة كورونا، الموضوع كتير مرتبط. خلينا نحكي اللي نعرف إنه شو كان دور الشباب خلال أزمة كورونا، وخصوصا يعني أنا بدي أحكي وسلط الضوء على موضوع القطاع الصحي، على أساس بناء عليها نبني إنه شو حيكون دورنا إحنا ما بعد الأزمة. بحب أعطي أنا أمثلة ويعني أكون واقعي هيك بالأشياء اللي يعني صراحة إحنا كشباب سواء صيادلة أطباء أسنان، صراحة يعني كان جهود جبارة. أول ما بدينا كانت في لجنة الطوارئ المنبثقة من نقابة الأطباء الأردنيين واللجنة العلمية بنقابة الأطباء، كان في مبادرة وطن، أتوقع الكل سمع عنها،
بدينا بدايه بفيديوهات توعويه. كانت هاي الفيديوهات لانه بدينا احنا نشوف موضوع الكورونا وموضوع انه عم يعني بنطرح على الساحه وشيء كان الكل عم بيحكي فيه. فبلشنا نعطي التوعيه سواء كانت موجهه للاطباء ولا المواطنين ولا الناس العامه. للاطباء كانت انه كيف التعامل مع هذا الوباء، كيف نحمي انفسنا ككادر طبي، لانه زي ما شفنا كان في اعداد كبيره في ايطاليا وفي اوروبا من الوفيات ومن الاصابات في الكوادر الطبيه نفسها. مبادرة وطن يعني اشتغلت على موضوع توزيع الأدوية لما كان في عنا حظر. ممكن تستغربوا أنه تقريبا 100,000 دواء وصل للمرضى في منازلهم. كانوا الأطباء، طلاب الصيدلة، طلاب الطب وزعوا أكثر من 36,000 وصفة طبية. طبعا يمكن من خلال مشاهدتي كان تقريبا يعني 60% من الفاعلين في هاي اللجان صدقا هم طلاب، ما كانوا يعني لسه كانوا ما زالوا في مرحلة الدراسة، سواء كانوا طلاب طب أو طلاب طب أسنان أو طلاب صيدلة. وحتى يعني كان في البعض عم بيشتغل معانا في اللجان وفي المبادرات، وامتحاناته النهائية كانت اللي هي إحنا بهاي الفترة اللي فيها. كانت بالمبادرة في وجود طبيب مع كل سيارة إسعاف، لأنه شفتوا أنتم كيف صار الضغط الهائل على طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية. فصرنا أنه نفكر كيف نخفف هذا الضغط، أنه بدل ما أنه سيارة الإسعاف تروح تأخذ المريض من بيته للمستشفى، لا بدنا نعالج إحنا هذا المريض في المستشفى. بالفعل تمت أكثر من 8,136 زيارة منزلية للمرضى مع سيارات الدفاع المدني. وحتى من هاي الزيارات كانت في حالتين ولادة بسيارات الإسعاف شاركوا فيها الأطباء الموجودين مع الدفاع المدني، الله يعطيهم العافية. كان في فريق جراحي متنقل عمل أكثر من 480 معالجة جراحية منزلية لمرضى بعد العمليات الجراحية أو الغيار. كان في تدريب لأكثر من 150 طبيب. نقابة الأسنان اشتركت في الموضوع وعملت عيادات متنقلة في نفس نقابة الأطباء، كانوا الأطباء وسيارات الدفاع المدني يجيبوا المرضى الأسنان، لأنه بتتذكروا أنه كان في إغلاق كامل لعيادات الأسنان. يعني المبادرة كانت شاملة لكل الأردن، من شمالها من إربد لجنوبها بالعقبة. يعني كانت في مواقف حلوة ومواقف كانت مش حلوة. في زميلين إنا وهم بلفوا ووزعوا الأدوية، صار معاهم حادث على الطريق، الحمد لله كانت أمورهم منيحة، لكن جهود الشباب كانت واضحة. هاي أنا بحكي على مستوى النقابة وعلى مستوى مبادرة وطن. في مبادرة ثانية يعني كمان أنا شفتها صراحة من بعيد، اللي هي مبادرة الدكتور براء أبو نعمة، يمكن البعض سمع فيها. يعني لما نطلع على جهود الشباب، هاي المبادرة بدأت من بوست على الفيسبوك. دكتور هو طبيب امتياز في خريج جامعة مؤتة، كان برا الأردن أول ما بلشت موضوع كورونا. فبعدين لما أجوا على الأردن صار موضوع الحجر اللي هو بفنادق البحر الميت. الدكتور براء نزل بوست على الفيسبوك إنه أنا طبيب ومستعد لخدمة أي مريض في منزله بحاجة لمساعدة، وهذا رقم تليفوني وإحنا حنكون فريق. بالفعل كون فريق مع زملائه، وكان أول ما أجى الدكتور يعني نوضع بالحجر الإجباري في البحر الميت. هذا الإشي ما منعه أنه يستمر في مبادرته، وكان يتلقى المكالمات، وتلقوا تقريبا هاي المبادرة أكثر من 50,000 مكالمة، وعملوا 3,000 زيارة منزلية طبية، وساعدوا ما يقارب 80,000 مريض. يعني هذا بنحكي على الجهود الشخصية أو الجهود الشبه فردية. برضو شفنا منصة نحن من وزارة الشباب، كانت بدعم من وزارة الشباب من الحكومة الأردنية. المنصة كانت بالشراكة مع اليونسيف ومع مؤسسة ولي العهد، كانت على مستوى الوعي الصحي، على مستوى تقديم الأغذية. التطوع كان يعني من متطوعين تقريبا 33,000 متطوع، ومجملهم كانوا من الشباب. فبتطلع يعني على الدور اللي خلال أزمة كورونا، صراحة كان دور الشباب هو الدور المتصدر، سواء بمجهودات فردية، مبادرات فردية، أو بمبادرات مدعومة. فرق الاستقصاء الوبائي اللي كانت تطلع من وزارة الصحة، يعني أنا هذا الإشي بينك وبحكي إنه كان من الشروط إنه يكونوا شباب اللي طالعين، يعني ما كان ممنوع إنه يطلع حدا فوق 50 سنة بفرق الاستقصاء الوبائي. فكان كل الدور من الشباب وعلى الشباب، وهم اللي يعني نحكي صراحة كان لهم دور في الضبط وحصر الفيروس والأرقام اللي عم نشوفها في الأردن. فهذا الشيء اللي احنا اللي بنحكي انه خلال أزمة كورونا. هلا نيجي على
الفترة اللي ما بعد أزمة كورونا. أنا برأيي الشخصي إنه دور الشباب بعد الأزمة ممكن نقسمه إلى قسمين، اللي هو أول حاجة دور الجهات الرسمية نحو هذول الشباب أو نحو المتطوعين، والجزء الثاني اللي هو دور الشباب تجاه أنفسهم. هلا نيجي بداية لدور الجهات الرسمية، أو نحكي يعني الشركات. نطلع إحنا على التجربة في بريطانيا والولايات المتحدة، خصوصا في نيويورك، طلاب المرحلة الطب في المرحلة السنة السادسة، لما صارت جائحة كورونا وبدأ صار في نقص في أعداد الأطباء وصار في ضغط على النظام الصحي، بعض الجامعات في أوروبا وخصوصا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة عملت يعني سكيب للامتحانات ولتخرج الطلاب سنة سادسة ودخلتهم مباشرة بسوق العمل. فهذا الشيء بيبين أنه كم بالفعل دور الشباب كان لهم في التخفيف على الضغط، والأطباء والكوادر الصحية اللي لسه يعني نحكي البداية مشوارها كان لها دور في تخفيف العبء والجهد والزخم على النظام الصحي. فبالتالي احنا بنطلع انه هون لازم ناخذ احنا يعني تجربه، وناخذ زي ما حكى يعني الاستاذ محمد انه ناخذ الشيء الايجابي من هذا الموضوع، انه احنا يعني لازم نكون مستعدين ان فيوتشر انه يصير عندنا لا سمح الله اي شيء، جائحه او وباء او فيروس جديد، يعني ما بنعرف شو يصير معنا اخر مره بدنا بعديها خلص. لكن بدنا نكون يعني بالاخير متوقعين وجاهزين لكل شيء. يعني فيعني انا بتطلع انه الجهات الرسميه المفروض انها يعني تعمل تاهيل لطلاب الطب، للمقيمين، للعاملين بالخدمات الطبيه، للصيادله، لاطباء الاسنان، تاهيل لاداره الكوارث. خلينا نحكي هيك بمفهوم يعني شويه شامل، مش انه نحكي بس لا اداره الكوارث لا سمح الله. يعني احنا بنطلع انه لما صارت هاي الموضوع الكورونا صار في حكي عن نقص اللي هي اجهزه التخدير واجهزه الانعاش، صار حكي عن انه كيف بده يصير في تاقلم بهذا الموضوع. فاحنا هون انا يعني بطلع انه لازم يكون في دورات متخصصه وجزء يعني يدرس لطلاب الطب في منهاجهم اللي بياخذوه، انه يعني نحكي اللي هو طب الكوارث او طب الطوارئ، اللي هو بالطوارئ اللي نحكي على مستوى العالمي او على المستوى الوطني، ما بنحكي عن الامرجنسي ديبارتمنت او الاي ار لحال، هلا انا بحكي عن طب الكوارث، انه يكون كيف انه ممكن انه يشكل تيمز، كيف انه يصير في ترياج للمرضى، يصير كيف في تنظيم، في تنسيق، في تعاون مع القطاعات المختلفة. فأنا بطلع أنه لازم يكون في عنا مفهوم وكونسبت أنه طالب الطب يخلص من مرحلة البكالوريوس وهو عنده هذا المفهوم وجاهز لا سمح الله إذا صار أي كارثة أو أي شيء أنه يكون جاهز له. هلأ النقطة الثانية اللي بدي أحكيها عن الجهات الرسمية ذكرها الأستاذ محمد وأنا بأكد عليها، اللي هي أنه الحكى انه تقصيرنا في الميديكال ريسيرش. هلا صراحه انا بطلع انه بعيد نفس الكلمه اللي حكاها استاذ محمد عبدات، انه ثانك يو كورونا، انه بالفعل هي رجعتنا وخلتنا نطلع على الاشياء الاساسيه في الحياه في المجتمع واللي احنا بنحتاجها. يعني احنا لما نطلع على ايام الحظر اللي صارت في الاردن، نطلع انه اربع قطاعات تقريبا، يعني اول ما بدات اربع قطاعات اللي هي كانت اساسيه ومستحيل انها تتوقف، اللي هي اول حاجه القطاع الطبي، سواء كل الكوادر الطبيه اللي فيها من اطباء لتمريض لصيادله، نطلع على القطاع التعليم، نطلع على القطاع الامن والامان، والشغله الثالثه اللي صارت ينحكى عنها واللي هي برضو ما نقدر نهملها اللي هي الاقتصاد، من سواء من زراعه او من اقتصاد وطني. فهذول الأربع أشياء كان الحكي فيهم، ما حدا أجا يحكي خلال فترة كورونا عن الفنون، ما حدا أجا يحكي عن الرياضة، ما حدا أجا يحكي عن الثقافة. فبالتالي أنا بوجهة نظري إنه إحنا الآن مدام وجدنا إنه هذول الأربع أشياء عليهم الركيزة الأساسية للمجتمع، اللي مستحيل إنه شو ما صار بالعالم وشو ما صار بالوطن وشو ما صار بالبلد إنه هذول الأشياء تتوقف، فمعناها أنا لازم إن ميزانيتي وكل يعني جهودي أسخرها لا هدول الأشياء. فبالتالي يعني أنا بوجهة نظري كطبيب إنه بدل ما أنا أصرف على الرياضة وعلى الثقافة وعلى الفنون وعلى هاي الأشياء ميزانيات ضخمة،
خليني احطها في الريسيرش والبحث العلمي، اللي انا هسه قاعد بطلع على اي جامعه عم تعمل عم بتطور يعني معلومه صغيره باللقاح، عم بطلع عليها انه يعني عملت شيء وبستنى انه شو بدها تطلع بريزلتس وبالنتائج. فبالتالي يعني الموضوع صار في تقدير اكبر للمهن الاساسيه، للمهن الانسانيه اللي احنا بنشوفها كتمريض، كصيدله، كطب اسنان، كطب بشري والكوادر الصحيه. يعني نطلع احنا على انفسنا كشباب انه ما نستهين بوضعنا، ما نستهين بقدراتنا. انت بتتوقع انه في مقدور الاردن انها تكثف جهودها للبحث العلمي اكثر من هيك؟ طبعا احنا البحث العلمي انت شايفه بالجامعات كيف وضعه، هل بقدره الدوله انها تزيد؟ بتعرف يعني بدك تطلع لقاح او اي ريسيرش بدك تعمله بيكلف ملايين من الدنانير، هل في قدرتها للأسف نعم، للأسف احنا البحث العلمي عندنا ورق يعني عليه حبر، هذا البحث العلمي بالضبط 100%. احنا يعني ليش بحكي لك انه احنا ناس يعني ما نستهين بجهودنا وبقدراتنا العقليه وبقدراتنا العلميه. يعني على سبيل المثال الكل بيعرف عن الطبيب المصري اللي هي هبه مصطفى، هي اللي كانت بالفريق اللي بيساهم بتطوير اللقاح بجامعه جونز هوبكنز في الولايات المتحده. طب هاي الطبيب المصريه شابه حتى، يعني خريجه جامعه الاسكندريه، تمام؟ فتخيلي انت يعني القدرات اللي موجوده عندنا. طب احنا لو كان اوائل الدفعات الناس المميزين، لو كان في زي ما تفضلتي مختبرات طبيه علميه بحثيه على مستوى عالي تحتضنهم، طب هذول احنا ما بنخسرهم، احنا هذول بنستفيد منهم. طب انا بكره انا يعني احكي لك شغله، هسه تخيلي انت في بلد اوجدت لقاح لموضوع الكورونا، تخيلي انت شو الارباح اللي راح تدر على البلد وعلى اقتصادها وعلى شعبها وعليها، يعني أوه. شيء مش طبيعي، تمام؟ فإحنا بالأخير حالنا لما طلعوا أقطعك شوي، يعني كلية الصيدلة جامعة لما قالوا بدهم يبلشوا يحكوا أو يبفتشوا على اللقاح، يعني صح ما عندهم القدرة من ناحية بنية تحتية، ما عندهم ولا الجاهزية للبحث العلمي أو لأي ريسيرش علمي بدهم يعملوا، بس برضو إحنا كتير نتنمر على حالنا. أنا بقول يعني ما منشجع بعض كتير، حتى لو انه كمان الكوادر او البنيه التحتيه خلينا نقول للكليه او للجامعات مش مهيئه، فمو غلط يعني كمان الدعم لطلابنا. انت عارف هي شايف يعني انت من قصص النجاح انا بقولها اللي خرجتها الجامعه الاردنيه، وفي كمان زيك كثير في قصص نجاح زي هيك. لو في تكاتف للجهود بين الكليات الصيدله او الطب او التمريض او مع كل الجامعات، بتوقع انه يعني maybe one day انه يكون في عنا واحد يقدر يقول اردني يكتشف لقاح للكورونا. انجاز إنجاز. نعم شو دور النقاط؟ هذا يعني هذا اللي احنا بنحكي فيه صراحة، وهذا للأسف انه يعني بعض المؤسسات اللي بنحكيها انه يعني هم بيطلعوا بشعارات، لكن على أرض الواقع زي ما انت حكيتي وتفضلتي احنا هذا الشيء ما بنشوفه. فهذا اللي يعني هذا الجزء اللي انا بحكيه على الدور على الجهات الرسمية اللي لازم تتبناه ما بعد أزمة كورونا باتجاه الشباب. شو دور النقابات بهيك وضع، بما انك انت رئيس اللجنه العلميه لنقابه الاطباء صح؟ بنقابه اللجنه العلميه نعم، او عضو باللجنه العلميه بنقابه نعم. الاطباء شو دور النقابات الصحيه خلينا طب الاسنان والطب والصيدله؟ هلا شوفي يعني لارا صدقا نحكيها انه النقابات دورها هي خدميه اكثر لاعضائها، تمام؟ للأسف يعني هذا الإشي اللي يعني إحنا بنعاني إنه، وأنت عارفة يعني أنت برضو عضو نشيط بالنقابات، إنه نقاباتنا للأسف هي مسيسة شوية، يعني بيكون فيها بعض الاتجاهات وزي هيك، فهذا الإشي بيعطل الإنجازات اللي ممكن نحكي عنها. هسا إحنا لما نيجي نحكي النقابات مش بالوضع الحالي إحنا بالأردن، مش بالقدرة أو مش بالمستوى اللي ممكن إنه يعني نحكي يقود الساحة ما بعد كورونا، أحكيها بصراحة. يعني النقابات أنا ما بشوفها إنها على مستوى إنها تمسك الموضوع، فبطلع إنه لا، الدور أكثر هو بيكون على كحكومة، كوزارة صحة، كوزارة شباب، القطاعات هاي اللي إحنا بنحكي عنها، وزارة الاتصالات،
القطاعات اللي ممكن تساعد، لكن كنقابات بتطلع انه امورها يعني ممكن هي حجمت نفسها او هي اقتصرت بخدمتها على الاعضاء تبعتها، ويعني ممكن يكون حتى في تقصير في خدمتها للاعضاء تبعتها لحالهم. لكن كازمه كورونا زي ما حكيت لك في البدايه، يعني كلجنه علميه احنا يعني كان في لنا دور في التوعيه، في زياده الوعي الصحي، في النصائح اللي تحد من موضوع الكورونا فيروس، وبالإضافة إلى اللي هي مبادرة وطني كانت منبثقة من لجنة الأطباء الأردنية ولجنة الطوارئ، وكانوا برضو أطباء الأسنان شاركوا بالعمل الميداني في العلاج وتشخيص الحالات اللي لها علاقة بالأسنان، وبرضو كان طلاب الصيدلة معنا بموضوع توزيع الأدوية. فهذا كان يعني نحكي على مستوى خلال الأزمة. حتى يعني لا رمجوز انت كنت عارفة يعني خلال الأزمة صار في تضييق شوية على عمل النقابة، يعني بتذكري يمكن انه اجى فجأة القرار من الدفاع انه الجيش اجى على النقابة وعمل يعني هول لكل الاكتيفيتي ولكل الأنشطة اللي كانت في النقابة فجأة هيك يعني بدون اي شيء، وكانت شيء كثير سيء صراحة يعني بالنسبة لتاريخ النقابة وكذا. لكن واحد بالاخير احنا يعني بموقف محرج وببلد يعني بتمر بأزمة ما حدا يعني بيقدر انه يعني نحكي يعارض، لكن مع ذلك انحلت الأمور ورجعت النقابات مرة ثانية تشتغل. لكن نحكي على مستوى وطني كبير، هل إنه النقابات تقدر إنها تأخذ الدفة والقيادة؟ أنا ما أتوقع. هلأ بس اسمحي لي يعني أحكي عن دور الشباب تجاه أنفسهم. لا رأيك ما بديش أطول عليك، ما نحكي دور الشباب ما بعد أزمة كورونا، وإن شاء الله قريبا نرجع نشتغل من أول جديد 100%. هلا انا الفكره اللي يعني اللي ببالي واللي بحكيها تقريبا هي نفس اللي حكاها استاذ محمد عبدات، انه ننظر الموضوع نظره ايجابيه. الموضوع بالاخير يعني الحياه اليوميه اللي كنا احنا دائما نمل منها، والروتين اللي كنا دائما هيك اللي نكتبه على الفيسبوك وعلى كذا، انه يعني الملل اللي بيجينا طلع هذه الحياه اللي كنا بنعيشها كانت نعمه كبيره احنا ما بنحس فيها. يعني هلا لما قعدنا في البيوت وشفنا الفراغ وشفنا الوقت اللي عم بضيع وزي هيك، حسينا انه حياتنا السابقه، الوظيفه اللي كنا فيها، الدراسه، الجامعه، المشوار هذا الصبح، المواصلات، الكذا اللي كنا احنا نتغلب منه، طلع هو نعمه احنا ما كنا يعني مدركينها. فبالتالي ننظر الموضوع نظره ايجابيه. وانا هون بس بحب هيك اعطي مثالين ثلاثه على موضوع النظره الايجابيه. كان في لي صديق طبيب بيشتغل بالسعوديه، قبل فترة الكورونا صار معاه مشاكل في عمله بالسعودية، اضطر انه يترك الشغل تبعه ويرجع على الأردن واشتغل في الأردن. فلما جلست معاه يعني كان يعني متضايق من موضوع انه جاب أهله على السعودية وتكلف تكاليف وفتح بيت وكذا، ويعني تجربة ما كملت وما حقق فيها أحلامه. ما في يعني أسبوعين ثلاثة بدت أزمة كورونا، كان الوضع الأردن الوبائي كتير أحسن من وضع البلد اللي كان يشتغل فيها. هناك صار الوضع كتير في حالات، زملائه بالشغل، إدارة العمل نزلت الرواتب للنص، صار في ناس تطلع، صار في ناس، فحمد ربه إنه هو رجع يعني وشعر إنه هو مبسوط هلأ. فبالتالي يعني زي ما بيحكوا رب ضارة نافعة. نطلع على فرضا المناخ، كثير بلشت الدراسات تحكي انه مناخ الجوي والطقس والتلوث، مستوى التلوث في العالم كثير تحسن بفترة الكورونا. فبالتالي انا بتطلع انه ننظر لموضوع نظرة ايجابية. بتتذكروا لما دخل السائق الشاحن عن طريق المعابر الحدودية وطلع بوزيتيف، وكل الناس يعني عملت شوشرة وإنه كيف وكذا وإلى آخره. بعد ما طلع هذا السائق بوزيتيف عملوا تعليمات جديدة وسياسات جديدة على الحدود، صرنا كل يوم نشوف في 4-5 حالات بتيجي بوزيتيف. طب لو أنه هذا السائق إحنا ما اكتشفناه في البداية، كان هدول الحالات لا سمح الله دخلت على الأردن وعملت لنا مشاكل أكثر وأكثر. فبالتالي برجع بحكي رب ضارة نافعة، نطلع على الموضوع من نظرة إيجابية. هلا النقطة الثانية اللي بطلع عليها، انه احنا كشباب مفترض منا ما بعد أزمة كورونا انه نعمل على إكمال المبادرات وتطبيق بعضها بشكل رسمي. يعني احنا بدينا فرضا خلال فترة الكورونا بتوزيع الأدوية لأنه في حظر وممنوع الناس تطلع، طيب ليش ما نطبق هاي الشغلة ونخليها ما بعد أزمة كورونا توصيل الأدوية للمرضى العاجزين الكبار بالعمر أصحاب الاحتياجات الخاصة نوصلهم إياها للبيت؟ طب احنا لما تطلع فرضا مبادره يعني شخصين موكلين انه يوزعوا الادويه فرضا على 50 مريض، انت شوفي هون احنا قديش وفرنا على ال50 مريض من تعب،
ليش خففنا من الريسك انهم هذول يجوا على المستشفيات وياخذوا عدوى من المستشفيات او من الانتظار؟ قديش خففنا فرضا يعني نطلع على الموضوع مش بس على العدد الصحي، نطلع قديش خففنا احنا ازمه بالشوارع، تلوث بالشوارع، يعني وقت لهذول الناس قديش احنا وفرنا عليهم. فهي واحد ممكن برضه. يعني انا بتطلع على فكره انه لما انه طبقنا شغله انه كل سياره دفاع مدني يطمع معاها طبيب، طب هون احنا ليش ما وزاره الصحه تمام انها تعمل شراكه مع الدفاع المدني انه يصير في تعيين؟ يعني خلص انت كيف الطبيب اللي بيخدم بمركز طبي فتره سنه انه يكون في روتيشن انه يصير يطلع مع سيارات الدفاع المدني، زي ما حكينا انه بدل ما نعمل ضغط على المستشفيات ما بعد ازمه كورونا انه هذا المريض يكون فرضا حالته الصحيه ما بتحتاج مستشفى او ما بتحتاج طوارئ وممكن انه يتعامل معها الطبيب اللي مع الدفاع المدني في البيت يتعامل معها ويعالجها. طب انا هون كمان وفرت تكاليف على الدوله، وفرت تكاليف انه هذا المريض يروح على الطوارئ ويستنى في الطوارئ ويعمل اشياء يمكن ما لها لازمه. حلت مشكلة بطالة كمان، فتحت أفق جديد للشباب يشتغلوا. 100% 100%، وانا وفرت على المريض يعني تعب زي ما حكينا ووقت بزياده. فالفكره انه نطبق هاي المبادرات، نكمل هذه المبادرات ونكمل شغلها. هلا هون الشغله الثالثه اللي بدي اربطها مع اللي حكاها استاذ محمد اللي هي الذكاء الاصطناعي. هلا في اشياء يعني الكورونا فتحت افق جديده لنا. فرضا احنا بمركز الحسين للسرطان لما بلشت الجائحه كورونا العيادات صار تحويل لها، بدل ما انه يجي المريض على العياده صار عندنا شيء اسمه التيلي ميديسن. التيلي ميديسن انه احنا بنرن على المريض وهو بالبيت، بنكون احنا فاتحين الملف تبعه وشايفين فرضا اخر صور عملها، اخر تحاليل طبيه، اخر زياره لإله، بنصير نساله عن اشياء احنا سبيسيفيك لإله لهذا المريض. بنساله انه اذا عنده اعراض، عنده شكوى، عنده اي شيء معين، وبنشوف اذا في داعي انه هذا المريض يجي على المستشفى اوكي حياته بنحكي له انه يجي، ما في داعي بنحكي له انه امورك تمام، الفولو اب تبعك الزياره الجايه بتكون فرضا بعد شهرين 3 شهور، حاطب لك انا صور بدل ما تيجي حاطب لك اياها على السيستم والامور منيحه. فشوف احنا هون برضه قديش وفرنا اول حاجه ضغط على القطاع الصحي، قديش وفرنا على المريض، قديش وفرنا انتظار ووقت على الـ 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 الاشخاص هذول سواء العاملين بالقطاع الصحي او على المرضى. وكانت صدقا يعني انا اول ما حكوا عن التيلي ميديسن يعني توقعت انها ما تكون شغله افكتيف، ما تكون شغله يعني انه عن جد ممكن انه تطبق، لكن فعليا نعم طبقت، وفعليا كثير انا شايفها منيحه وكثير شايفها انها ممتازه. المريض اللي بيحتاج انه يجي حياتني انا بجيبه، اللي ما بيحتاج انه يجي خلص انا بوفر عليه وبخليه يجي فرضا فقط لزيارته عشان الصوره وعشان التحليل الطبي وعشان اشوفه بنفس الوقت بنفس اليوم. فبالتالي هون لازم نستحدث او نطلع على الـ يعني الطب من منظور جديد، انا هذا اللي بحكيه. يعني قرات حتى اللي هو تطبيق الذكاء الاصطناعي ببعض التطبيقات الذكيه، على سبيل المثال انه هذا الشخص نزل تطبيق انه في هذا التطبيق عمره، شو الامراض اللي عنده، شو الامراض المزمنه، فبالتالي انه هذا الانسان بياخذ فرضا بوينتس معينه على عمره، اذا عمره كبير فرضا 70 سنه هي بياخذ نقطتين، اذا عنده ضغط هي نقطه، اذا عنده سكري هي نقطه. فهون هو جمع فرضا 5 نقاط، بيكون هذا المريض يعني نحكي انه نخاف انه يصاب بالكورونا على سبيل المثال، فانه بده يدخل على بنك معين او بده يدخل على نحكي مؤسسه حكوميه، وهي المؤسسه انه فيها ازدحام تمام. فهنا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكيه بتعطي الارم له او على تطبيقه انه انت يعني مش مخول انك تدخل هذا المكان، لانه فرضا بناء على عمرك وضعك الصحي والمكان اللي انت داخل عليه درجه الازدحام اللي فيه ممكن تكون انت يعني ريسك انك تاخذ عدوى او تاخذ شيء. فهنا بلشنا احنا نفكر في هاي الامور، يعني ما كان يخطر ببالنا قبل الكورونا انه نعمل شيء زي هيك. فهون يعني الاستاذ محمد لما حكى انه كصيدلي انك يكون معنا اتصال مع جماعه التطبيقات مع البرمجيات مع هاي انه نشتغل كتيم تيجي هون مكانها بالضبط. وهنا يعني انا بتذكر لما حكى هاي الشغله تذكرت رن علي مره طالب طب سنه سادسه خلال الكورونا، فبحكي لي دكتور صهيب انا في بالي فكره وحاب اطرح لك اياها. قلت له ايش هي الفكره؟ حكى لي انه احنا ليش الناس كلها تروح على الطوارئ وتزور الطوارئ وتعمل لود على الطوارئ وعشان موضوع الكورونا، كل الناس خايفه من الكورونا. يعني انا خلال الكورونا كل واحد عطس، كل واحد حكته عينه، كل واحد انفه صار يوجعه، صار يحكي لك دكتور انا عندي كورونا ولا ما عندي كورونا.
احنا هذول الناس ليش نحط لود على الطوارئ؟ انه نعمل احنا ابلكيشن انه عباره عن زي كويشنير، اوكي، وانه بيجاوب عليها المريض يس اور نو، انه عندك انت هذا الشيء او ما عندك. اذا كان عنده بيفتح له عده اسئله ثانيه، واذا ما كان عنده العرض المعين او المرض المعين بنتقل فيه الى النكست ستيب. هلا بالاخير بتحصل معنا احنا هنا، وهي مطبقه، يعني هي مش بس انه هي شغله مطبقه في امريكا وبعض الدول الاوروبيه، انه بالاخير بنوصل لسكور معين او لبوينتس هنا بيوجه المريض او بيوجه هذا الشخص انه انت فرضا لازم تراجع مستشفى، او انه خليك في البيت واتصل على هذا الرقم لازم يجي لك الطبيب، او انه ما فيك اي شيء، او انه احجر حالك في البيت للاحتياط بعد اسبوعين وارجع اتواصل معنا. فشوفي انت يعني فكره زي هيك لو طبقناها انه كم راح تخفف لود على الطوارئ، لود على الدفاع المدني. يعني تذكر الدفاع المدني كان يحكي عن الاف الاتصالات اللي بتجي له خلال اليوم وما يلحق عليها. إيش الخيال؟ بتعرف حتى أن اليوم تفاجأت في أحد الطبيبات زميلتي ويعني صديقتي هي على الفيسبوك، إنه يمكن أنا كصيدلانية بميز شو معنى حجر منزلي شو معنى عزل في مستشفى، إنه معقولة في ناس لسه لهلا معافى شو معنى عزل في مستشفى مثل الملك عبد الله المؤسس أو في أمير حمزة، مش معنى شو يعني حجر منزلي. حجر منزلي زي الشباب اللي شفناهم مثلا الله يشفيهم يا رب بالبحر الميت، إنه بينهم بين بعض لو خالطوا بعض ما في مشكلة، هم عارفين لازم يلتزموا بال 14 أو 17 يوم حجر منزلي، حتى يعني اللي ببيته ما يتعامل مع مرته أخوه أخته ابنه بنته. هم مفكرين إنه الحجر المنزلي إني أنا ما يعني خلاص يعني إنه وضع سليم، أو ما بعرف كيف أفكار الناس. فهذه كمان يعني لازم أنتم كمان يكون لكم دور من النقابة أو عن طريق لجنة الطوارئ أو مبادرة وطن، بس تنبيه لنا شو فرق بين العزل المنزلي او بين الحجر المنزلي وبين العزل بالمستشفيات بعد ما يتاكد اصابته بالكورونا. صحيح. فالفكره اللي بحكي لك اياها انه يعني المدارك والافكار اللي ما بعد كورونا انها تغيرت عند الشباب في مفاهيم ما كنا نتوقع انها ممكن تطبق. الالكترونيك فاسيليتي هاي اللي احنا بنحكي عنها اللي استعملناها هسه، يعني احنا فرضا بمركز الحسين كان في عندنا ميتنج كل اسبوع نجتمع 15 طبيب بقاعة واحدة ونقعد نعمل ديسكشن للحالات، هلا كلياتها على الزوم على البرامج اللي عم نشوفها كلياتها عم يعني بنجلس عليها كل واحد في بيته بيكون وبنناقش الحالات. فبالتالي بتطلع انت هذه كم وفرت علينا وقت، كم وفرت علينا يعني تكاليف معينة. فهي الاشياء انا بطلع انه لازم انه ما نطورها نستمر عليها، ومش انه خلصت كورونا نرجع يعني على التقاليد القديمة تبعنا. شو رسالتك ممكن تحكيها للشباب بهيك فترة بهيك وقت هلا، خاصة امتحانات عندهم كويزات وأونلاين والنت فصل والكويز صعب وتعرف يعني ماشي يعني تجربة كانت جديدة بالنسبة لهم للتعليم عن بعد، فشو رسالتك لهم؟ يعني نفس الفكرة إنه كل مر سيمر، نطلع على الموضوع بنظرة عن جد إيجابية. بالأخير راح تصير هاي الفترة اللي إحنا هلأ عم نعيشها ذكريات نحكيها نضحك، يعني نجلس هيك ونضحك وإحنا بنحكي عنها، وبكرة يمكن نصير نحكي لأولادنا كنا تخيلوا كنا فرضا نمشي بالشارع ما في حدا، ممنوع نطلع، ممنوع الثلاثة أربعة يجتمعوا، كانوا يسكروا النوادي يسكروا الجوامع. فيعني الفكرة إنه نطلع على الموضوع نظرة إيجابية، الموضوع راح يمر راح يمشي إن شاء الله، إحنا وضعنا بخير بالأردن. يعني الفكرة إنه يعني في أشياء تعلمنا منها وراح تضيف على خبراتنا، هاي الأمور اللي صارت راح تضيف على خبراتنا أكثر إن شاء الله. هلا بدنا نترك شوي أسئلة، يعني لا يمل الحديث معك والله دكتور، بس الله يسعدك. حدا من الشباب يحب يسأل أسئلة للدكتور شهيب؟ في حدا من الصبايا من الشباب في أسئلة؟ في حدا بده أي سؤال للدكتور شهيب؟ دور الشباب ما بعد أزمة كورونا، في حدا حاب يحكي شيء؟ شكلها الشباب عم تدرس. لا هم عم بيستمتعوا بالحديث أكثر. أي ألا بتقول لك يعطيكم العافية، الله يعافيكي الله يعافيكي، استفدتوا هذا أهم إشي وأخذتوا معلومات منيحة. كلمتك الأخيرة دكتور شهيب. دورنا كبير،
صدقا الشغل اللي انشغل في فترة كورونا، يعني أنا أتوقع إنه 90% كان علينا إحنا كشباب، وما ما يعني ما نطلع على حالنا نظرة دونية. عندنا قدرات وعندنا عقول كثير منيحة، وعن جد يعني ما بنطلع إلا لما يطلع الواحد على الغرب وعلى الدول اللي برا، نسمع اسمه انه طلع او ابتكر اشي او كذا. هذا بدل على انه القدرات عندنا موجوده، لكن هي شوي للاسف شوي في الفاسيليتي. ان شاء الله مع الوقت وان شاء الله مع بعض انه احنا نغير الواقع. هاي الفكره. يعني نقول وضع الوبائي بالأردن تمام، وظهور حالة فين الوضع الوبائي انا بالنسبه العملية. لي بحكي لك، الوضع الوبائي كثير منيح، ولازم احنا نوصل رساله للناس وللمواطنين انه احنا ما بنطلع على انه بدنا صفر حالات، لانه هذا الاشي صدقا هو مش علمي، نو واي انه احنا نوصل لمرحله انه صفر حالات، تمام؟ احنا بس بنطلع على انه العدد ما يكون بتزايد، يكون بتناقص او يكون يعني ستيبل. هاي الفكره. التباعد الاجتماعي، العالم هلا بلش شوي شوي يفتح، بلش شوي شوي يخففوا من الاجراءات والقيود، بضل هي شغله التباعد الاجتماعي، الوقايه الشخصيه، الكمامات وهي الامور، ويمنعوا التجمعات الكبيره. لكن كمحلات كحكومات بلشت تشتغل، كدوائر حكوميه بلشت تشتغل، لانه يعني الفكره انه احنا ما راح نقتل الفيروس انه نوصل لصفر، احنا بدنا نحصر الفيروس. هاي الفكره. احنا وضعنا الحمد لله منيح بالنسبه لغيرنا، بس بضل انه ما بدنا نطلع على انه صفر حالات، لانه للاسف لا عم بيصير احنا هلا، انا الفريند اللي عم بشوفه انه كل حاله صارت بوزيتيف عم نعتبره مجرم احنا. هي عم بنشوفه وعم بنصير عم نفتش عليه وعلى اسمه وعلى اسم امه وعلى فصيلة دمه وعلى رقمه الوطني. وهلا يعني جاي صورة العزومة، وشو عملوا وشو طبخوا وشو سووا. بس لا برضه معك انا حق. بتذكر يعني فرضا العرس اربد، الناس لامت العريس والعروس. طب هو العريس او العروس لو عارفين انه في حدا بوزيتيف، هم بيعملوا العروس، هم اول ناس يعني بيخافوا، هم اللي انصاب اول واحد ابوه وامه، فهم اول شيء راح يمنعوا يعني عشان ما ينصاب قرايب. بيجوني عندي على الصيدلية الحين والبسوا كمان، ما عم بدخلهم جوا من الباب، وحط علبة هايجين وهي ما معك، خذ كفوف والبس جلافز وحط كمام وكذا. في ناس لهلا بتقول لك لا يا ما في كورونا، وضع سليم زي ما عاش جدودنا احنا بنعيش، ما كان في يا طاعون سلام. في كذا. في ناس، وفي ناس للأمانة لسات يعني فعلا يعني مبسوطة انا انه في عن جد في ناس واعية. خلينا نقول عاداتنا شوي نوعا ما تغيرت، انا متأكدة انه ما بعد الكورونا وان شاء الله بنخلص منها وسفر ونحتفل. طبعا انا متاكده يعني كصيدلانيه بقول اكيد لازم يكون في لها لقاح بيوم من الايام، لازم راح يطلع. بس انا متفائله جدا ما بعد الكورونا حيكون يعني يعني على الاردن، خلينا نقول بالنسبه للاردن للبلد يعني وضع يعني ممكن يكون صعب، بس اتوقع انه يعني حيكون في معلم تعليمي، حيكون طريقه الدراسه مختلفه للطلاب، الحياه حتكون مختلفه، العادات والتقاليد اللي تعودناها حتكون للاحسن، مش راح نلغيها بس حتكون بطريقه احسن. شباب بيحكوا لك كثير يعطيك العافيه، كثير فائلتنا وكثير استفدنا. في الاء او علاء، ما تزعلي مني انا الاء ما بعرف اقرا، هي الاء ولا علاء؟ بتقول لك كيف بدنا نتواصل معك دكتور؟ طبعا بدك تساعد الطلاب بالجي بي اس اي اذا بيحتاجوا تدريب، هلا أكيد. من هلا بقول لهم تتدربوا في مركز الحسين للسرطان، اي حدا بتواصل مع الدكتور صهيب. فهلا بحط بتشرف. لكم اذا اللينك تبع صفحتك او ما بعرف شو الطريقه ممكن انهم يتواصلوا معك الشباب، تقدر تحطها عند الشات دكتور. أكيد أكيد. أوكي. لا وأنا تشرفت يعني فيك اليوم وتشرفت بالحكي معاكم، وكانت يعني أمسية حلوة، وشكرا على جد مرة ثانية لجمعية طلاب الصيدلة الأردنية. أول يعني إيفنت بكون معكم فيه، وإن شاء الله المرات الجاية يعني نتواصل ونكون مع بعض يعني بأي يعني بوقت إن شاء الله أحسن من هيك يعني إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بنشوفك فيس تو فيس يعني الله راد بعد الكورونا. وكتير استفادوا، الكل بيقولوا لي ثانك يو كتير انهم كتير استفادوا. ما تخافوا، بدنا احنا نوعيك، دورنا كصيادله ودورنا كاطباء نوعي الناس، ما نخوف، نوعي المجتمع. الكورونا ما راح تروح، الكورونا بدنا نتعايش معها، بس زي ما حكى الدكتور صهيب بدنا نحاول نحصرها بعدد يعني عدد قد ما نقدر قليل. وهي ما شاء الله الطب عندنا بتطور والحمد لله، يعني صح فقدنا يمكن 9 اظن عدد الوفيات، بس نعم توتالي تسعة. عدد الحالات اتوقع انه يمكن
كويس، وكأنه إنه كمان يعني كمان هن عندهم أمراض كم كانت مزمنة وأعمارهم كبيرة، وهذا صحيح. اللي معه كورونا الأعمار الكبيرة، وربنا يشافي الجميع ويحمي الجميع إن شاء الله. دكتور صهيب كمان آمين. مرة لإلك، في كلمة أخيرة تحب تحكي لنا إياها قبل ما تغادرنا؟ بشكركم، أنا بدي أشكركم والله مرة ثانية وثالثة، وإن شاء الله يعني بنشوفكم على خير بلقاءات وبوقت إن شاء الله زي ما حكينا أحسن من هذا الوقت، ونكون عدينا من هاي المرحلة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور صهيب، يعطيك ألف ألف الله عافية. يسعدك، أهلين لارا، الله يسعدك يا رب. هلا فيك، هلا. يعطيك العافية دكتور. هلا سارة، ثانك يو كثير لإلك. و بتحبي تحكي أي شيء آخر شيء قبل ما نخلص؟ بحب أول إشي أشكركم كثير، يعني تجربة لطيفة اليوم، إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا معي. أنا متفاجئة من العدد قليل، بس يبدو إنه كان لازم نوسع اللينك أو نوسع العدد يكون حتى خارج الجي بي اس. أتوقع عندكم امتحانات، ما بعرف أنتم مليتوا ولا زهقتوا اللي كانوا لا، لفت. أنا بحب هو الحضور برا جي بي اس اي في ناس، واحنا حطينا اللينك على البيج عشان كل حدا تجوين، يعني هو لكل حدا، بس اي ثينك في ناس عندنا كتير امتحانات وكويزز بهاي الفترة، مش هم عم بدرسوا انه امتحان هلا بيكون. اوكي عشان امتحانات. الله يعطيكم العافيه. يعني اذا في حدا عنده افكار جديده بتحبون، احنا انا حابه استمر بنفس الموضوع، نضل نحكي، بدنا شوي نعطي شوي بوزيتيف انرجي للكل، بدنا نعطي بوزيتيف ونأكد دائما انه احنا كصيادله وضعنا لازم يكون بعد عندكم. بالذات مرام حبيبتي، يعطيك الف الف عافيه، ويا رب كلياتكم ترجعوا تجيبوا علامات عاليه. ف بدنا ناخذ شويه بوزيتيف انرجي. اذا الوقت مش مناسب بالمساء ممكن نخليه قبل الفطور، بس انا بعرف قبل الفطور بتكونوا تعبانين ونعسانين، فانا قلت كنت 9 9 ونص يعني فاينل انه كويس. بدنا نستمر مش مشكله بالبرنامج، اذا في عندكم افكار جديده. بس الاسبوع الجاي رح اجيب لكم ضيوف كثير لطيفين حتستفيدوا منهم كثير، وحيكون شوي الموضوع شوي اكتف فيها، حتى بدي يكون في لكم اسئله واجوبه اكثر من هيك. ثانك يو كثير ساره مره ثانيه. اذا حدا بحب يحكي شيء من الشباب او من الصبايا، حد بحب يحكي شيء؟ كلهم بيحكوا الموضوع كتير حلو، وشكرا لكم، بس عشان عندهم كويزز وامتحانات هاي الفترة. إن شاء الله خلاص الأسبوع اوكي الجاي بكون في عدد أكبر، بكون في السيشن مور انتراكتيف يعني مع الطلاب. ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو كثير، يعطيكم في الف الف مرام عم عافية. تسأل لو بدنا اوكي نقدم لتدريب بالحسين نبعث لدكتور صهيب. اه طبعا طبعا، احلاكم ما يدربكم، يعني تبعتي هاي اللينك، نزلوا على الشات. يس، بعت اللينك. بعت اللينك، ادخلوا عليه واعملوا له اد على الفيسبوك، وبتواصلوا معاه يعني على البرايفت على الماسنجر عادي، برد عليكم. واذا بدكم تدريب طبعا، واي مشاكل اشي بالتدريب مركز الحسين احكوا لي. تسلمي، كل الدعم للجي بي اس. يعطيكي الف عافيه، وغلبناكي معنا عن جد، يعطيكي الف عافيه، شكرا كثير. على خير، ثانك يو، باي باي باي. على خير، باي. الله سلمتك.